سلام وتحية طيبة للجميع، راس البروكلي يحييكم. وعاد إن شاء الله في الحلقة هذه بنكمل على منطقة فيش هيملت. أنا ليش لبست الشيء هذا ذحين تشوفه، وعشان كذا أنا كنت حريص إني أجيب راس البروكلي ذا الرون. شفت يوم دخلت منطقة فيش هيملت، اتوقع اسمها هيملت صح؟ ايه، اول ما جاي يتكلم ذاك تذكرته انا ووقفت على طول رجعت، يعني المفروض انت تقابله وانت لابس الشيء ذا. نجي هنا نقول له سلام، اسمع شو يقول يا عيال. اعطانا شيء لطيف ذا. دروني عالي اني ما ادري ايش فائدته. انا عارف انه يعطينا الغرض هذا اذا كنت لابس راس البروكلي. صراحه ما ادري شو. هنتر تول، اوكي. هنتر تول. ايش فائدتها؟ والله ما ادري. انا اعرف انها هنتر تول يعني، خلاص. هذا اهم حاجه. انا ظبطت لكم العلم كله، وانتم بكيفكم. لا هذا روني يا صاحبي. هذا رون تلبسه وتركبه قصدي ويعطيك راس البروكلي ذا. فا يب، زي ما شفتوا هذا الشخص زعلان على بيرجن ويرث لانهم هم اللي كانوا يسووا التجارب، زي ما ذكرت في الحلقه الخاصه اللي نزلتها قبل امس، وتكلمت انه بيرجن ويرث كانوا يسووا تجارب على الناس ومدري ايش، وكانت هذه الفيلج ضحيه التجارب اللي كانوا يسوونها. ليش؟ هنا اكتشفوا جثة واحد من أعظم الجريت وانز اللي موجودين في العالم اللي هو كوز. كانت تجارب فظيعة لدرجة إنهم شوهوا الناس اللي هنا كلهم. فعشان كذا ليدي ماريا كانت مرة زعلانة على الشيء اللي صاير، كانت ذابحة نفسها في المكان هذاك عشان تحاول إنها تحمي الوحوش ذولا ما حد يذبحهم. طبعا هذه احد المقولات والنظريات اللي كانت على ليدي ماريا انها قاعده في ذاك المكان ليش وذابحه نفسها ليش. طبعا هي عقلها وعيها كامل موجود في النايت مير. هي كانت من الناس اللي القيت عليهم اللعنه حقت اورفن كوز. يب ذاتس ات، حرفيا المنطقة هذه ضحية لل بيرجن ويرث. شوهوا الناس اللي فيها كلهم. هذا تخيل هذا الفيش، هذا السمكة الآن، هذا آدمي أصلا كان. قاعد دايم يا عيال، شوف شكله. ناس والله الدمج مرة حلو. دمج مرة ناس. هزمت لورنس. يب والله دمجهم عالي. طيب اذا وصلنا هنا يا صاحبي ندخل ذا البيت نذبح الفشمان ذا. طبعا انت الحين خلاص انا ما عاد تحتاج راس البروكلي ذا، بس انا حاطه لان ما عاد فيه اقدر ارجعه. ان شاء الله اذا احتجنا نرجع المره الجايه نرجع نغير مره واحده. الات ماذا حناخذه شوي. وات؟ لا 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 يا عيال، عقلها ما هو في الدميه، عقلها في الدقيقه. اول ما تيجي المنطقه دي يا حبيبي على طول على الشمال. اول شيء تسوي يذبح الشمال ذا. عقلها يا عيال مو في الدميه. اللي قاعد يصير مع ليدي ماريا ترى لعنة كوز. هي من الناس ترى اللي راحت وكانت مع فرقة الصيادين اللي جو منطقة الفيليج هذه. ف اوه انا
انا نسيت من الجاينت ذا، والله اني نسيت منه اقسم بالله. يا عيال هذا من اقوى الوحوش في اللعبه ترى، والله اني ما امزح. وبتشوفون ذا الحين كيف. شوف اتش بي ومليار بوس ذا. ابلع يا شيخ. والله بوس. انا المفروض غلطه ما اروح يسار، المكان اللي بروح من اليمين. سلام. البراميل ذيك ترى كلها شو اسمه عبارة عن متفجرات، فاحنا بنفجر المتفجرات. كيف بنسوي؟ ام عاد والله على بالي زي المولوتوف. مشكلة بعد معي مولوتوف يا اخي. شوفني قلت برجع اجدد من الستورج بس للاسف نسيت. طيب ايش فائدتها هجلة ذي؟ احسن شيء ان الفيزيكال شغال معاهم ستاك دامج. لا تطيح تكفى. يلا قلبنا كوبوي. طيب let me check my notes. يا عيال ايش اخذوه بني بلود جيم صح؟ المفروض نلاقي اويل نطلع من عند البوت. تمام يا بيب بالضبط. سلاح ليدي مريح يكون موجود في البير، بس ما راح ادخل البير الحين. في لفة بسيطة بسويها قبل ادخل البير عشان نفتح الاختصار من هناك، ناخذ الايتم اللي موجود فوق، نظبط الامور، نكمل طريقنا. Let's go. Nice damage والله. What? هذا من فين جاء؟ طيب نبغى نطلع فوق اول. نلوت المكان. يب بالضبط يا صاحبي، لان ترى ليدي ماريا ما ادري اذا تعرف الشيء هذا او لا. ليدي ماريا طبعا هذا اختصار، شايفين اول ليتن قابلناها. ليدي ماريا اصلا من عائلة كين هارت، فهي تركتهم وراحت مع جيرمن وشاركت معاهم في الصيد والاكتشاف والاشياء هذه كلها. طبعا سمعت صوت اللي ورانا، في واحد ورا بس اسي نوبادي. اهم شيء لا يمسك، بس هو اهم شيء لا يمسك. انت لا تعطي وجه بس اهم شيء لا يمسكك. اوه جبنا ملابس تبع سايمون يا صاحبي، اقوى ست ارمور للديفنس تبع شو اسمه سايمون. شوف 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 60 يا رجل، تدرون خلنا نلبسه 60 الهيد بس الهات الحين لابسينه. لا وين فرق كثير ارتوي، احنا لابسين 100 الحين، 110 110 110 110 هذا هو، شايفين 120
اتكلم عن فيزيكال ديفنس بس، ما نتكلم عن اي شيء ثاني. هذه 40 60، شايف كيف؟ اقوى ست ارمور للدفاع 70. واو، فيزيكال ديفنس 229. شوفوا دحين كيف نتحمل الدمج بشكل اسطوري. هذا التشنك اللي يوم كنت تحت قلت لكم هذا بناخذه بعدين. كذا خلاص خلصنا، نظفنا المنطقة كلها. ودي ارجع اغير راس البروكلي ذا، مرة رافع ضغطي. Let's get it. اثنين من ابو ماجد، الله انك صادق. والله يا هم غثيثين، من اقوى الوحوش ترى في اللعبه، والله يا عيال ما امزح. طيب في شيء الان، في تدري خلونا نغير الرونز كلها اصلا، والله ما عاد محتاجينها. اول حاجه هذه خليها، هذه حلو اللي تسوي فيزر الاتاك. ما اعتقد ان حنستفيد من الفيزر الاتاك للامانه، يعني من حنقابل؟ ما في احد. طيب خلي هذه ما احتاجها، هذه خلينا نغيرها. يصير بنحط بدالها، ايش رايكم في الايكوز؟ حط المونه الكبيره يلا. مره حرفيا ما راح نستفيد منها. طبعا زي ما قلت هذا اللبس تبع سايمون. حلو والله شكل اللبس، وحنستفيد منه كثير ان شاء الله. يا بس يا ميشو، هنا تيجي يا حبيبي فايدة كيد. تقول لي انت قالب عرض ازياء. عاد هنا حبيبي تيجي فايدة كيد يا حبيبي، هنا انا اضبطكم، هنا شغلتي انا، حوريك كيف تتفاهم معاهم، حوريك كيف تتفاهم مع اللي في البير. هذول فاجعينك. اتفاهم شوي ان شاء الله. طبعا في تحت ايتم هنا ما اخذنا، خليني بالله على رجع النوتس حقتي، والله يا اني سحبت عليها. تشنك اخذنا تشنكات، بعدين المفروض ننزل تحت حنلاقي كولد بلد اللي موجود، الموجود تحت هذا كولد بلد. طيب الخطة الحين كيف؟ تدرون كيف؟ حط اسي نو باري سلام. يايت ام جون. والله يا سويت حفلة. قاعد ايش اللي صار يا عيال؟ نو هذا جاء. اصبر يا شيخ، اصبر 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 اصبر، ما حطيت الايتم. هذا الايتم يا عيال بيسهل لك ام الشغله. طبعا في اثنين، واحد معلق فوق وهذا الثاني، شايفينه؟ هذا الاول تحت وهذا الثاني. فاللي بسويه بدمج هذا بس، اوصل نص دمه كذا. شوف يا عاشور، شوف الاجرسيف، شوف. بعدين ما يعطيك فرصه، ضرباته عشوائيه. خلاص اللي تسوي ذحين يا حبيبي جيبه هنا، قربه شوي. اكفى لا دقيقة، اصبر اصبر اصبر، قربه من هنا، استخدم الايتم. طبعا هذا المفروض عندك منه. ترى المفروض راح يخوش هناك، تكفى روح خوش. وات ياهو، يا عيال ايوه اخيرا. شوف اخوي ايش اللي بيجي، شوف دقيقة دقيقة، ليش ما ينزل؟ يهو يا عيال قلتش والله.
والله قلت اشترى لازم ينزل لازم. طب بعرف اللي فوق ليش ما ينزل؟ لازم اوصل نص دمه. خربت ام الخطة كلها ابشركم. خربت الخطة كلها خلاص. خلاص خربت. والله خربت. حتى التنذير حق راح اللي قبل شوي الايتم ذاك. اذبحني اذبحني الله لا يوفقك اذبحني. خربت الخطة كلها. شوف انا كنت شغال صح بس الفكرة انه لازم توصل نص الدم عشان ينزل هذاك. انا شفت ام العيد. خلاص يا لا تدققون. ايوه ايوه يا ليو ان شاء الله الوقت ثرو نازل اصلا شغال الحلقات عندي موجودة في القناة. باقي بس الحين الدي ال سي هو الوحيد اللي انا ما نزلته. أوريكم شوف شوف شيك لي ها. الله لا تكفى والله ماني ناقصك انا الله يلعن العدو. والله لا اذن لكم مرة ثانية يا اخي الحركة حلوة والله اني عارف الشاري بس التطبيق زي الزفت. والله التطبيق كان سيء الصراحة. اجين اجين ما في مشكلة اجين. مشكلة بلو الكسير اخي حرام استخدمه والله. كم عندي في الاستورج؟ كمان ثلاثة؟ هذا استخدمه. اللي بينتبه لي بلعن خيو. يلا انا مختفي. والله انتبه لي. ابلع يا مريض. لا نسيت الايتم ما جبته يا شيخ. اقسم بالله يا عيالي فيني فهاوه مي طبيعيه. راحت الحلقه كلها على الفاضي. ايوه هذا هو. Let's go. فين من هنا اقرب؟ يلا 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 خلونا نخلص سريع. طولنا والله. والله لا فك سبرنت، انا ما علي في السبرنت، اهم شيء اني اعدي من هناك. بس اصلا ما اقدر استخدم البلو الاكسير والله ماني مضيع الصراحة. يا رب لطفك يا رب لطفك يا رب لطفك يا ليل. لا تكفى تكفى بس قري. الله يقرفك شايفين ضرباته كيف عشوائية المريض. العن بليسك يا شيخ.
ام ديد. اه يا رب يا اخي، ما ادري ينفع معاه البيري ذا، جرب نشوف. يا ديم الحل. الله عطبته وخلصت. انت ما قلت لي تعطبها. كفشني صح؟ والله لنزل، والله لنزل، يصير اللي يصير يا عمي. اسي نوبري. طيب حلوين، تعال يا مريض، تعال الله يقربك. دقيقة بتأكد بس يشتغل معاه البيري ذا ولا لا. يا اخي اهدى اهدى شوي اهدى. اقسم بالله انعطبت الكاميرا، اقسم بالله العلي العظيم. شوف والله حتى مو راضي يطلق رب الكعبة. اهدى يا ابن الناس، دقيقة اضرب ضرب عادي. يا اخي ايش المرض ذا؟ ام ديد. ابو جرب البيري، تكفى اصبر. ضربة بطيئة. ما ظنيت تنفع والله يا عيال. كم ضربة خلاص؟ الحمد لله ما بغت. ايوه كفخ اهله تكفى. يا ساتر والله لمخ، اقسم بالله تلمخ ذاك. الحمد لله يا رب الحمد لله. هذا حبيب سلاح ليدي ماريا. خلاص صدعت. آخ يا عيال. سلاح سكيل. حلو والله. مرة ممتع السلاح والله. بس طبعا ما نقدر نستخدمه. نرجع لسلاحنا الطبيعي. خلاص كذا اتوقع يصير خلصنا، نبغى نطلع من هنا. بس نوبري. شوف انا معايا 5 هيل، والله ما ادري بتاكلني عيش ولا لا، لانه في طريقنا الحين في شامان وفي قروشه. بطلع فوق فيه شو اسمه ذا، فيه بونفاير. يا ربي لطفك ورضاك، وش ذا الحلب يا هو. God damn. يت طفى البث. نايس جوي.
طيب الحين اللي بيصير، الله انه من هنا انه خطر صراحة، بس خلاص ايش نسوي، ما معنا لهذا الطريق. نبغى ندعس على طول على ذيك المنطقة اللي دوبني كنت فيها، اروح نشغل البونفاير ونكمل طريقنا. لو يفكنا شر الجاينت امورنا بتصير زي الفل، بس لو يتعود من ابليس يفكنا شر. يا ديم يا شيخ يرحم اهله. ذبح سيمون، ذبح سايمون، بسرعه 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 بسرعه، ذبح سايمون، ذبح سايمون، خلاص خرب ام الكويست. يا غال والله لا تلوموني، والله العظيم برا تنرفزت. قلت لكم اوسخ منطقة، اقسم بالله العظيم هذه المنطقة. الوحوش دول قصدي هم اوسخ وحوش في اللعبة كلهم. خلاص نرجع لنفس ال 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 بونفاير اجين. كلم سايمون هنا نقول له سلام يا حليبي، حيعطينا السلاح البو بليد الأسطوري. خلاص موت بسرعة، خلص علينا. ايت اعطاني حاجة ثانية والله ما ادري ايش. اعطاني مفتاح، اعطانا مفتاح. طيب نبغى نرجع. كيف التصوير بس ثواني عشان اوري الناس اللي في البث بحكم انه طفى ايش الشيء اللي انا بسويه بالبو بليد. دقائق بس. اوكي باك، معذرة يا عيال ما ادري ايش اللي صار في البث طفى. طيب على السريع نهاية الحلقة دي حتكون على تطويرة السلاح. طبعا جبنا السلاح اللي هو وين؟ هذا هو. اتوقع انا اقدر احط عليها مسحات، اعتقد صح. السلاح يعتبر سكندري ويبن بالنسبة لنا الان، بس انا ابغى اتاكد من شغله، هل اقدر احط عليه مسحه او لا؟ لا. طيب السلاح بكل اختصار يا عيال زي ما انتم شايفين هو سلاح عادي تقدر تستخدمه سيف، بس احنا اصلا ما نبغى سيف، احنا نبغى نستخدمه كبو. يسوي دمج اسطوري حرفيا. خليني اوريكم. طبعا اي طلقه من ورا باك ستاب تسوي بيري، اتوقع من ورا المفروض في طلقات فيه سريعه زي ما انتم شايفين، تاخذ من الرصاص، وفيه تشارج اتاك هذه تسوي بيري من ورا او باك ستاب يعني. بس هذا هو السلاح بكل اختصار. طبعا اذا كنت شايل سلاح زي كذا تقدر تضغط L2 وتستخدم السهم انك تضرب فيه، بس ذاتس ات يعني، ما في شيء مره كويس. تقدر تستخدم السلاح بيد واحده. السلاح والله ما ادري الصراحه، هو انا طبعا ما راح استخدمه كسيف مستحيل، لكن هو ياخذ فيزيكال اتاك زي ما انتم شايفين. طيب اللي بيصير الحين اني حطور ام السلاح. قد معانا حبيبي تشانك، ومعانا بلود دروك، ومعانا علوم طيبة. هذه كم فيها؟ 8000، ما اعتقد تكفي صح، بس خلينا نشوف الحين. يا مرحبا يا مرحبا يا عيال، يلا تكفي. نايس. طبعا تقدر تاخذ اللوست بو بليد من دنجل من عند تاجر معين، بس والله مالي خلق عيال اروح لهناك، ما بي
شايفين العيال ياخذ من السكيل ايه ومن بلوتينج ايه، ترى والله حاجه حاجه مره عظيمه. اوه صار ياخذ اس واس، لا 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 كذا كثير كذا كثير كذا كثير، والله والله كثير اقسم بالله. نركب عليه جمات بس، هذا يزيد الفيزيكال اتاك. والله عندي جمات مره كثيره، عاد ثواني بجيبها كلها، اضطر اجيبها والله. شو اسوي؟ يمكن اركب على يمكن اركب لها الكيرست جيم اللي انا فرمتها. اسحبها كلها لاني والله ما اعرف ايش اللي يركب عليه اصلا. الله يا كثير. شايفين هذا الكاسوب اللي انا فرمته من الدنجن، بس ما حبيت اني استخدمها لان زي ما ذكرت كانت حتخرب ام التختيمه والله. بس بركبها على السلاح تبع سيمون يعني باب متعه بس. طيب سكيل سكيلينج بلس 12 من يوم ننزل عند الكيرت. شوف الدمج كيف، شايفين كيف الدمج مره بيعلى، بس من هذا حيضعف الديورابيلتي تبع السلاح. ديورابيلتي 140 والله انها صراحه مشكله. هذا بيضعف دمج السلاح ضد الكن، ما عاد في كن الا واحد بس اللي هو اورفون تيم كوز. ما استغرب بصراحه. هذا برضه حق كن، وهذا حق كن، كذا زي الفل. طيب فيزيكال اتاك هذا برضه يضعف ضد الكن، والله انه مشكله. بنصير ضد الكن مره زبالين. هذا يحول السلاح فاير. اوه يا عيال، اوه قادم يا الدمج كيف صار، اقسم بالله صار جوك. انا ليش عسل؟ الله ما ادري يا صاحبي، انا اتعلم منك، ما ادري ايش دخل، ما عرفت ارد. حرجتني بعدين. مو كاد يا اخي، كي تكفى. هذا برضه يضعف زيادة ضد الكن، لا يا حبيبي هذا الديورابيلتي، فاك الديورابيلتي. هذا استمنة، لا هذا كن، والله بيصير دمجنا ضد الكن بالسلاح ذا زبالة يا رجال. طز هذا الديورابيلتي. طيب تمام يا عيال، شوف السلاح كيف صار يا ولد، اقوى بالسلاح اللي معي. الله اقوى. يا ديم والله صاير مزحه ورب الكعبه. طيب تبغون نجرب السلاح قبل نقفل الحلقه؟ ايش رايكم؟ انا قاعد اجرب السلاح. جربوا ضد مين؟ لا بنجرب الحلقه الجايه. انا اقول لكم ليش؟ الحلقه الجايه بنقاتل ام بي سي قبل لا نكمل في المنطقه. كذا خلاص، هذا كان كل شيء في الحلقة. اظن الحلقة الجاية تصير فيها اشياء مرة اسطورية الحلقة الجاية. يلا يعطيكم العافية، شوفكم على خير وسلام.